السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نتعاطف مع المغترب؟ إن المغترب يظل كالشمعة المتقدة التي تضيء حياة أقاربه ومن حوله المعتمدين عليه بعد الله، فهو سبب رزقهم بعد أن ضاقت سبل الرزق في اليمن بسبب الحروب التي تنهشها. إن المغترب اليمني هو السفير الحقيقي للأمة اليمنية، وعبره ينقل عبق اليمن إلى العالم. إن الأعباء الملقاة على كاهل هذا المغترب تجعله لا يكن ولا يمل ولا يرتاح، بل يظل يعمل ويعمل إلى أن يفي بمسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه. يظل المغترب يحمل هم وطنه المكلوم والجريح رغم بعده عنه، ورغم ما لاقاه من شدة وضيق فيه قبل أن يغترب، إلا أنه يظل وفيا لأمته، وتراه دائما مستعدا أن يدافع عن وطنه حتى وإن عرض نفسه للخطر. تحية لكم أيها السفراء الأشاوس، إنكم رجال اليمن الذي نفخر بهم دائما. وفي خضم موجة القرارات الخاصة بترحيل العمالة اليمنية من جنوب السعودية، سوف لن أتكلم عن الأسباب ولن أتكلم عن النتائج الكارثية لترحيل مليون يمني، ولكني سأحاول أن أتكلم عن خيارات المغتربين في حال تم تنفيذ قرارات الترحيل هذه. من أهم الخيارات المطروحة هو العودة إلى الوطن، ولكن الكثير يرى أن أسباب الطرد وأسباب الاغتراب اليمني لا زالت موجودة، بل وتفاقمت الأوضاع في اليمن وازدادت سوءا أكثر وأكثر. وأنت في حال عدت إلى اليمن فلن تستطيع استثمار مالك بأمان، ولن تستطيع العيش بنفس المستوى الذي كنت تعيشه في بلد الاغتراب، فغياب الخدمات والبنية التحتية يعود بك إلى الوراء 100 سنة. وبسبب أن السلطة في اليمن أصبحت غنيمة يتنافس عليها النخب السياسية والقبلية، فقد انعكس ذلك على الشارع اليمني المنقسم بحدة، فهذا من شأنه أن يزيد أمد الصراعات في اليمن. وبالتالي فخيار العودة إلى اليمن في الوقت الحالي يكون محفوف بالمخاطر حسب رأي الكثير من المغتربين. الخيار الثاني يتمثل في إيجاد بلد آخر كمصر مثلا، والبدء في حياة اغترابية جديدة، وحيث أن عدد اليمنيين في تزايد مستمر هنا في مصر، فهذا يخلق فرص عمل لليمنيين لخدمة المغتربين اليمنيين أنفسهم، خاصة وأن الحياة هنا نسبيا رخيصة وشبيهة باليمن، والإقامة على الفرد لا تتعدى 500 ريال سعودي سنويا.
ونسبة الاستثمار أكثر أمانا في مصر من غيرها من البلدان، إلا أنه بشكل عام يفضل اختيار البلد المناسب للاغتراب، فتركيا مثلا من البلدان التي ينصح بالاغتراب فيها أفضل، ومن الأفضل دراسة البلد المقترح للاغتراب جيدا من خلال الاطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين هناك عبر جروبات الواتساب أو الفيسبوك وتكوين فكرة مبدئية. الخيار الثالث لمن هم متوسطي الدخل، عليكم محاولة التسجيل لدى المنظمة السامية للأمم المتحدة وأخذ كرت اللجوء خاصة من لبنان والأردن وتركيا، فمن الممكن الحصول على فرصة توطين في أوروبا. والخيار الرابع والغير مستحب والغير محبذ هو الجلوس في السعودية رغم الاستنزاف وعدم وجود فرصة عمل لحين يفرجها الله من عنده. والخيار الخامس والأخير هو محاولة الحصول على المغترب، محاولة الحصول على أي جنسية أخرى غير اليمنية، فهذا الشيء قد يفتح أمامك الباب للعودة إلى السعودية مرة أخرى، أو يمكن أن تسافر وبدون أي عراقيل إلى أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو غيرها. أتمنى أن أكون قد لامست أهم همومكم وحاولت معالجتها قدر الإمكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.